لكن هم البعثيون تحددوا تحدثوا عن عن انتماء مجموعه قليله من الشيوعيين يعني للجيش، لكن هم اعتقلوا الاف الشيوعيين او مئات الشيوعيين. لا ذاك الوقت ما كانوا معتقلين الاف الشيوعيين، ذاك الوقت اعدموا عدد من الشيوعيين. هذول اللي قالوا بالجيش بالجيش، لكن عقبتها موجه من وحتى في المجال الرياضي ايضا، في مجال الشباب ايضا، في مجال الطلاب، قرروا حل المنظمات الديمقراطية للطلاب والشباب نهائيا، ما يخلون أحد يشتغل بهذا الاسم غير الاتحاد الوطني لحزب البعث وغير اتحاد الشباب مالهم، واللي يريد يشتغل هذه يتلقى العقاب. هذا كان بدل شو اسمه. فلذلك احنا عرفنا من اتفاقية الجزائر ان دورنا اجا، يعني اجا دورنا في ان نال. متى عقد اخر اجتماع للجنة العليا للجبهة؟ انت كنت تحضر اجتماعات اللجنة العليا للجبهة؟ اخر اجتماع كان بس 78 اللي دعا في هذا الاجتماع جميع فروع الجبهة في العراق. كان اكو فروع في المحافظات. من ترأس الاجتماع؟ هو صدام. هو صدام ألقى خطاب أظهر أنه إحنا ألقى خطاب وين بالكلمة يعني؟ بالكلمة، كلمة في الاجتماع تهديد فيها وعيد؟ إيه. ماذا قال بالضبط يعني؟ قال إحنا ما نقدر نشتغل وياكم بهذه الصورة اللي تقدمونا إياها في التحالف. أنتوا علاقاتنا ستبوء بال يعني علاقاتنا تتعرض إلى مخاطر، لأنه أنتم تبدون استعدادكم لاستلام السلطة، وهذا حزبكم الآن بدأ يتحول إلى سري، لأنه كانت توجيهات أنه للحزب أنه منظمات خلي تكون تنظيمات سرية مو علنية، علنية لأنها مكشوفة، والسرية لازم تبقى يعني تبقى تشتغل تبقى تعمل. وأنتوا عندكم تعليمات بهذا الصدد، وأنتوا عندكم خطة تآمرية لقلب الوضع. من كان حاضر الاجتماع من الشيوعيين؟ احنا كنا حاضرين. منو؟ رفيق عزيز وهاني وعامر عبد الله وزكي خيري باقر ابراهيم كل. عندما خرجتم من الاجتماع ماذا قررتم يعني بعد بعد ان سمعتم هذا قررنا انه احنا لازم ندبر تغادروا حالنا. انتم تدبرون حالكم انتم كقياده. طيب والقواعد؟ ما فكرتوا القواعد ايضا؟ قواعد احنا اللي عملنا بصورة سرية هذه تبقى، اللي علني مكشوف يطلع للخارج ويلتحق بثورة بفصائل الأنصار. هذا قررنا. وبدأتم تغادرون العراق واحدا بعد الآخر؟ ايوه بدينا نغادر العراق، وبدينا نتوجه نحو جبال، نحو تشكيل فصائل الأنصار المسلحة. هل حدثت وساطة بينكم وبين البعث؟ لا ما صار. يعني هل أنتم أحسستم أن هناك وضع مدبر لإخراجكم؟ يعني خطاب صدام. تأكدنا على هذه، تأكدنا من أنه هذه مؤامرة. هل حاولتم الاتصال بالبكر مثلا؟ البكر ما كان بيده شيء، البكر كل شيء. مثلا كان احد الرفاق محكوم بالاعدام، وبعد
اتصال ببكر، بكر أصدر العفو عنه. صدام أعدمه بعد العفو، بعد العفو، بعد العفو. فبكر ما كان بيده شيء، بكر هو أسير بيد صدام. وحتى ابنه اختال صدام، هذا محمد ابن بكر ابن الكبير. ولذلك ما كان بيده شيء يعني. وبكر كان أكثر تفتحا بالنسبة إلى صدام. صدام عنصر معادي، معادي حقيقي يعني، وديكتاتور حقيقي. لذلك شفنا أن الوضع واصل إلى درجة ما نقدر، قررنا الخروج إلى الفصائل الأنصار وإلى الخارج. أكثرية توجهوا نحو الجبال لتشكيل فصائل الأنصار، وكوادر أقلية من كوادر الحزب أيضا هاجرت إلى سوريا بشكل خاص. وسوريا استقبلتنا استقبال جيد يعني. هل لديكم إحصائية بعدد الذين أعدموا في تلك الفترة من الشيوعيين؟ والله الإحصائية ما أعرف، ولكن الوجبة بذيك الفترة ما كان أحد جسمه قبل ذيك الفترة في 78 قبل جسمه أعدموا على أساس أن هذولا يشتغلون أو ينظمون أو يعملون تنظيمات داخل الجيش العراقي. خروجكم من الجبهة ومغادرتكم العراق تم بموجب قرار من اللجنة المركزية، اجتمعت اللجنة المركزية المكتب السياسي واتخذ القرار؟ نعم، صار قرار من اللجنة المركزية بالخروج وتحويل المنظمات إلى منظمات سرية اللي باقين في الداخل، وتشكيل فصائل الأنصار المسلحة. سؤال أخير بعبارة واحدة يعني، بعد 63 سنة من النضال بالحزب الشيوعي ضد الإمبريالية، الآن ما كان الآن تدخلون، دخلتم مجلس الحكم ودخلتم العملية السياسية في ظل الإمبريالية، كيف يعني؟ هل هي قناعات استجدت أم متغيرات حدثت؟ احنا كنا نعتقد أن النضال السياسي الجماهيري هي الأساس، مو كفاح المسلح. لا الآن، أنا تحدثت عن الآن. الآن أيضا أنا أعتبر أنه النضال السياسي هو الأساس وليس المسلح. الآن أنتم تناضلون ضد الاحتلال سياسيا؟ كفاح مسلح؟ لا الآن في هذه المرحلة تناضلون سياسيا ضد من؟ إحنا بدنا نناضل سياسيا ضد من؟ ضد من؟ ضد السياسات الحالية اللي طائفية، وضد الاحتلال الأمريكي. الآن نطالب بخروج الولايات المتحدة من أستاذ كريم أحمد، شكرا لك، أتمنى لك عمرا طويلا وصحة دائمة، أشكرك على هذا اللقاء. مشاهدين الكرام، شكرا لإصغائكم، ألتقيكم في حوارات أخرى وشهادات أخرى للتاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.